بالله العلي الخبير بالحكمة والتدبير يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد له الحمد على ما قدر وحكم وله الشكر على ما قضى وأبرم وسعت رحمته الوجود وعم فضله كل موجود هيا على السلام هيا على السلام هيا على السلام وقدره قال جل وعلا إن ربك فعال لما يريد وقال سبحانه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد ومع إيماننا بمشيئة الله النافلة وإرادته بكل ما يحدث في القوم فإننا مأمورون أيضا بامتثال أوامر الله وما أراده منا شرعا ودينا فلا نقف عند نزول المصائب هكذا لا نحرك ساكنا نهتك بأنه إرادة الله فإن الله قد أمرنا بالأخذ بالأسباب لتحصيل مساره وجرء المصائب فاتح القاعدة الثالثة أن ما قدر في هذا الكون إنما قدر لحكمة ومصلحة أن نعلمها وأن لا نعلمها والله سبحانه لا يقدر الأقدار ولا يخلق الخلق إلا لحكمة فهو جل وعلا منزه من العبد والنعم قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فإذا نزلت نازلة وحلت مصيبة فاعلم أيها المؤمن أن وراء ذلك حكمة بالغة وترضى وتسلم لقضاء الله وتحسن الظن بالله فإنه لا يقدر إلا لحكمة